واجبات الصلاة ثمانية. 关于拜功的主命有八条。جميع التكبيرات قول الله أكبر إلا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن. أما تكبيرة الركوع تكبيرة السجود هذه واجبة. 所有的赞颂阿拉之大阿拉呼巴的只说是入拜的。لابد أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع. 在鞠躬时念赞 سبحان ربي العظيم 念一遍是主命。ويقول سمع الله لمن حمد عند الرفع. 起身时念سمع الله لمن حمد 念一遍是主命。ويقول ربنا ولك الحمد. 然后说 ربنا ولك الحمد.ويقول مرة واحدة وجوبا في السجود سبحان ربي الأعلى. 在叩头时念 سبحان ربي الأعلى 念一遍。ثم عندما يجلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا. 在两拜之间念 رب اغفر لي 念一遍是。والتشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. 在礼三拜和四拜的时候有中座。والجلوس له. 以及中座的座。هذه واجبات الصلاة الثمانية. 这八条是拜功当中的主命。نعم.